مطلقة أخذت أولادها معها كحاضنة، لكنها تمنعهم من زيارة أبيهم وتتحدث لهم كثيرا عن أبيهم بأمور تجعلهم يكرهونه، فما رأي الدين في ذلك؟ إن أولاد المطلقة هم أولاد المطلق أيضا، وعليهما معا رعاية الأولاد ماديا وأدبيا، وإذا كان الشرع قد أعطاها حق الحضانة فهو يوجب عليها حسن رعايتهم، ولا يجوز لها مطلقا أن تمنعهم من زيارة أبيهم أو التعامل معه في حدود المشروع، ولا يجوز لها أن تضع في عقولهم صورة سيئة عن والدهم، فذلك له تأثيره فيهم حتما على مستقبلهم، وسيصيب الأمة من ذلك شيء لا محالة. ولعلها إذا أحسنت تربيتهم ولم تسئ العلاقة بينهم وبين والدهم أن يفكر هو في العودة إلى الحياة الزوجية، ومهما يكن من شيء فإن الإساءة إلى أي أحد بدون وجه حق إثمها كبير عند الله، وإلصاق العيوب به دون دليل يثبت ذلك عقابه أن يوقفه الله على حافة النار ويطالبه بأدلة لإثبات هذه العيوب، وإلا طرح في النار كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره، والله أعلم.